شوقي نصدق ماشي كان بنيت انت خياط بزاف الحوايج درت فيها اي حاجه قديمه راه تتباعنا دي فيها 3 دراهم مثلا الرباح حلال شي نهار يكون شتاء ما تصور والو هذه 50 سنة دوزنا في هذه الحرفة ما عمرنا تشدينا في شي حاجة عليها مخيونة أو مغيرة أو كذا الترفيس راه عبادة كنت كنبني كنت كنخيط كنت اللي ما رصيت فيهم جبت شي ثوب نبيعهم للسوق الجوطية ما كان الجوطية كانوا الحوان الجوطية قليلة كان حتى واحد ما كان حاط حسب حتى واحد حاطينا واحد جوج دراري الساعات اللي حطينا من هذه الساعات تبلينا بهذا بقينا عليه لحد الآن هذه الساعة 70 70 بديت من تما بقينا حتى تزوجت في 73 منا شرينا مويحيل ولدنا الوليدات منها ولد 6 وضاعت واحد البنت بقاو 5 ايوا انا امهم هي 7 عشنا في هاد الحركة هاد هي حركة وبركة هي راه حركة وبركة هاد اي تا هي اللي عرفنا احنا عشنا بها وخاطر عشنا بها وتا هي شريفة ما فيها لا حرام ما فيها لا حتى حاجة مسلمة وحلال لأنه تشري واحد بياسة بجوج دراهم وتصوبها بيدك تعرق عليها وتصوبها بيدك وتبيعها بمية دي فيها 3 دراهم مثلا الرباح حلال ما كاينش فيها هي الحرام بعد أول مرة اللي بغى يصفي هي فيها راسو ما يحلف فيها ما يكذب فيها هي كنت هو الحلال اي حاجه قديمه راه تجي تبعنا يدوا الناس عاودوا يعني فيها الخدمه ثاني ويخدموا بها الناس نعم الشيء اللي تبيع زعما بسيط ماشي ما غاليش بزاف لا هذا الشيء بسيط الناس تيدوا من عاود فاش غادي يمشي يشري بياسه ب 1000 فرانك وهو ما عندوش حتى هو تيجي يشريها هنا بجوج دراهم حتى هو غادي يتنفع لانه هو ما عندوش باش يشري وحده جديده راه تا هو فقير هذا اللي غادي يجي يشري منهم تا هو مهلوك كثر منا عاود فاش يشري بياسة بها الفرانك تيجي ياخذها هنا بجوج دراهم تيقضي بها الغراض تا هو هذا الشيء اللي كاين المسكين مع المسكين كاين مثلا مضيدرات مهرسين بزاجرات مهرسين شي حاجة ديال الصباغة مهرسة خاسرة كنرقعو داك الشيء ثاني نعالجو نصوبو شوية ولي غادي يدي تا هو من عندنا تا هو كيعالج ديك البياسة تا هو ويديباني بها تا هو لأنه كيجي عندنا كيما قلت لي في الأول كيجي عندنا فقير تا هو بحال بحالو ما عندوش تا هو باش يمشي لعند دروري باش ياخذ بياسة غالية ما عندوش كيجي هنايا كياخذها تا هو رخيصة يقضي بها غراضو تا هو لأنه ما كيجيش عندك اللي لاباسنا عليه باش يجي يدي بياسة قديمة كل نهار ورزقه من 30 درهم حتى 40 درهم هذا الجهد شي نهار يكون شتاء ما تصور والو شي نهار تلو الكرة ما تصور والو إيوا شي نهار ثاني نولوك ما تصور والو داكشي أزهر احنا صابرين مثلا مستمرين لانه ما عندكش فين تمشي في شي جهه اخرى
نهار اللي تصور 4000 فرانك خاصك تشطر عليها باش تصير منها و باش تخلي منها النهار اللي ما تصور. لا عطى الله هو هذا. اش غادي تمشي ساعه ما تقدرش تمشي دير شي حرفه اخرى خايبه ما تقدرش. محترم الوقت ومحترم القانون ومحترم راسك. تصبر تزوجت من هاد الشيء وولدت منه الوليدات والسلامة وهما كبروا واني باقي عايش منه، لأنه كما قلت لك في الأول ما عنديش البديل. شي حاجة اللي غنديرها بديل ما كايناش. واش تا 50 سنة وانت في هاد الحرفة وعاد تبدلها اليوم ما غتقدرش. تديتي على واحد المشية وعاد باغي تمشي مشية أخرى غادي تلف المشيات بجوج تعود تنقص. الله ما بقى غادي في مشيات. واخا معيشه ديال الفقير هي هذه، عايشين فقراء ولاباس. والصبر الصبر هو المفيد. راه في هذا الشيء فيه تمرات فيه محنه فيه تريريسة داير فيها هذا الشيء. الدفع حتى هي تفرج ذا الشيء. تعجب ثاني في العشيه تجمعوا ثاني يدفع شروسه ثاني ايه وراه تا هو فيه محنه ماشي سهل تا هو ايه بوحدك شي غدير ماشي سهل. غتجيب ولدك تا هو راه داير يقلب على رزاق تا هو فوق نتاخر تا هو ما غاديش تجيبو تا هو شي ضحيتي انت ضحيته ولا خاصو يمشي دابا مع زمان اخر هذا وزمان جديد خاصو يضحي تا هو بحاجه ماشي بحال ما هادي. لا جاي تزيدو تا هو لهاد الحرفه ما غادي نجمش، لانه الزمان وعار. حنا من نهار دخلنا ليها كان قارب ديال السكر ب 70 ريال، عبره ديال الزرع ب 70، اللحم ب 70، وهو اليوم لا جاي يدخل ليها ما غادي نجمش. هو غادي يلقى العبره ديال الزرع ب 1400، غادي يلقى كيلو ديال اللحم تا هو ب 70 درهم نيت، قارب السكر ب 30 300، ما غادي نجمش. حنا بقينا معوضين عليها من بكرين، حنا غاديين معاها الشهور. هذا الشيء اللي فيه معلوم. واش غادي دير؟ الخدمة عندهم عيانة تاهم، كيخدموا ذاك الشيء عيان. متعاونين شوية وصافي، شوية بعدا متعاونين، لأنه ما عندوش بنادم خدمة صحيحة اللي غادي ترد ليه. أنا تقاعد وما عنديش أنا بعدا. إيوا تقاعد ما كاينش، وأنا كبرت، إيوا باقي دابا هكايا. إلا مرضت ولا شي صاحي فرانيت، إلا بحال الطوموبيل إلا قاد عليها المازوط وقفت، كذلك هو مثال أنا. إلا مرضت ولا شديت الأرض ولا شي صاحي وقفت المعيشة عندي، أش غناكل؟ ما كاينش. 6 دراهم. والحمد لله هذه 50 سنة دوزنا في هذه الحرفة، ما عمرنا تشدينا في شي حاجة عليها مخيونة أو مغيرة أو كذا. ما عمرنا تخاصمنا مع شي ناس أو لا مع مخزن، ما عمرنا دزنا فيها. مشرفين احنا باقي الآن مشرفين الحمد لله. راه تا هي راه عبادة، تشرفيش راه عبادة. راه الله تبارك وتعالى ربما يغفر ليش الذنوب لأنك مكرفس في الحلال. و لا بغيتي تعيش مزيان راه غادي تبدا تخطوي وتزيد تماطل الحرام تماطل هادي، تكون قبيح تكون واعر حتى شوية تبدا تبان في المعيشة. بغيتي تعيش مزيان شوية وعلى قد الحال ورضيتي به لا عطاش الله حالا راه مزيان تاهي واحسن. غدا غادي تموت، والله ما تفوز بالحلال، تفوز بحياتك حلال وتفوز بالحلال. هذا هو، ما انت عايش عايش وغتموت غتموت.